السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أخوة التوحيد، أخوة الإيمان، أخوة العقيدة، معركة هذا اليوم معركة الفصل بإذن الله عن مدينة حلب كاملة. معركة اليوم هي معركة فك الأسرى لإخواننا وفك العاني كما قالوا وأجمعوا عليه العلماء قاطبة، فك العاني أوجب الواجبات بعد الصلاة. فيا أخواتي، الله الله عليكم في أقدامكم، الله الله في الدماء التي ذيلت في هذا المشفى. فإن شاء الله هذا اليوم يوم فتوح، هذا اليوم يوم فتوح إن شاء الله. فأسأل الله لكم الثبات وعزمكم إن شاء الله عزم الأسود. فنسأل الله أن يكون هذا اليوم يوم فتوح لمدينة حلب خاطبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.